عاد إلينا مرة أخرى أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية. أولا أحمد، كنا نسأل عن هذا الاستهداف الأخير من قبل حزب الله لمواقع عسكرية إسرائيلية. نعم، تحياتي لك مجددا. بالفعل أعلن حزب الله اللبناني عن تنفيذ 6 عمليات من الجنوب اللبناني باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية. ربما أبرز هذه العمليات تلك العملية التي نفذها الحزب باتجاه مستعمرة المطلة في الجهة المقابلة للقطاع الشرقي من الجنوب اللبناني، حيث أطلق صواريخ على هذه وعلى عدة مباني يتحصن فيها جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة المطلة، مما أدى إلى سقوط عدد من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بين قتيل وجريح، وذلك وفقا لبيان حزب الله، علما بأن هذه العمليات الست جاءت ردا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على عدة بلدات في الجنوب اللبناني. وربما أبرز هذه الاعتداءات الإسرائيلية خلال الساعات الماضية هو استهداف بلدتي عيتا الشعب وأيضا الخيام بسلسلة من الغارات الجوية، فضلا عن استهداف أطراف عدة بلدات في القطاعين الأوسط والقطاع الغربي من الجنوب اللبناني بقذائف، وكانت وتيرة إطلاق القذائف أشد من الأيام السابقة، ولكن هذه القذائف كانت تسقط في مناطق مفتوحة ومناطق زراعية، وبالتالي لم يكن لها أي خسائر بشرية أو أيضا أي أشياء مؤثرة في الجنوب اللبناني، باستثناء الغارة طبعا التي نفذت في منطقة القيام والتي استهدفت بنى تحتية في هذه المنطقة وأدت إلى انقطاع الكهرباء وأيضا تأثر محطات ضخ المياه في بلدة القيام خلال الساعات السابقة. وقبل قليل كانت هناك غارة إسرائيلية جوية استهدفت مدينة النبطية وتحديدا شمالي المدينة، حيث استهدفت منزلا مكونا من 3 طوابق. هذا المنزل كان فارغا، لم يكن في أي من السكان، ولكن شظايا الصاروخين اللتين أطلق من السيارة الإسرائيلية أدت إلى وقوع 5 إصابات، من بينها إصابة متوسطة و4 إصابات خفيفة وفقا للمعلومات الأولية، ولكن لا أنباء حتى الآن عن سقوط قتلى جراء هذه الغارة التي استهدفت مدينة النبطية. لكن الغارة في هذا العمق، علما بأن مدينة النبطية هي تبعد بمسافة كبيرة عن الحدود الجنوبية اللبنانية، وهي نظريا هي خارج قواعد الاشتباك المتعرف عليها منذ اليوم الأول اللي هي التوترات، فبالتالي استهداف هذه البلدة سيؤدي حتما إلى رد فعل من حزب الله خلال الساعات المقبلة من خلال تنفيذ عمليات ربما تصل إلى عمق أوسع في الشمال الإسرائيلي، واستهداف أوسع أيضا للمواقع العسكرية الإسرائيلية خلال الساعات القليلة المقبلة. أحمد، مع ازدياد وتيرة التهديد الإسرائيلي بشن عملية عسكرية أو حرب واسعة على حزب الله، نتحدث هنا عن هيئة البث الإسرائيلي تقول بأنها هذه العملية ستبدأ خلال أسابيع بعد الانتهاء من عملية رفح في جنوب قطاع غزة. كذلك أيضا هناك متابعة من رئيس الوزراء الإسرائيلي لتدريبات ألوية مختلفة كان بعض منها يعمل في قطاع غزة وتم نقله إلى شمال إسرائيل مع الحدود الجنوبية للبنان. كيف يتم الاستعداد لهذه التهديدات سواء من قبل حزب الله من جهة وهو الذي يشتبك بشكل مباشر مع الجيش الإسرائيلي، أو حتى الحكومة اللبنانية التي تراقب هذا الوضع الخطير على لبنان في هذه المرحلة بالذات؟ نعم، بالفعل هناك سباق دبلوماسي مع التطورات أو الحرب النفسية التي تشن على مدار الأيام القليلة الماضية. السباق الدبلوماسي يتمثل في إعلان الحكومة اللبنانية تمسكها بالحل الدبلوماسي والسياسي للوضع في الجنوب اللبناني، والتمسك أيضا بالقرارات الأممية في هذا الشأن، وخصوصا أن لبنان تقدم قبل ساعات بطلب للأمم المتحدة من أجل تجديد مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان والتي تتخذ من الجنوب اللبناني مقرا لها، تجديد هذه المهمة لمدة عام إضافي، وما يعني أن لبنان متمسك بالحل الدبلوماسي ومتمسك أيضا بالقرار 1701 الذي صدر عام 2006 والذي يقضي بوقف إطلاق النار والاستقرار الدائم في الجنوب اللبناني عبر الاتفاق على مراحل مقبلة لترسيم الحدود البرية بشكل كامل بين البلدين. وفي ظل هذا السباق ربما أيضا الحرب النفسية أو التهديدات الإسرائيلية المتكررة
يواجهها في المقابل أو يلاقيها فيها المقابل أحاديث من قبل حزب الله بأنه لا يريد الحرب المفتوحة مع إسرائيل، ولكن إذا فرضت عليه الحرب فستكون المواجهات بلا أسقف وأيضا بلا ضوابط كما تدور المواجهات حاليا. أشكرك، شكرا جزيلا أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، شكرا جزيلا لك.